موت 15 ناقة بسبب مواد بترولية. موت 15 ناقة في جنوب مدينة مرسى مطروح بعد لما شربوا مواد بترولية مسربة من أحد مواقع البترول، وكان 15 ناقة عطشانين واعتبروا أن المواد البترولية مية فشربوا منها وماتوا طبعا بتأثير المواد البترولية. وطبعا الناس اللي في المنطقة بيطالبوا بمحاسبة الشركة المتسببة في تسريب البترول وموت 15 ناقة. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.